ماشي قيمة مضافة، هذا معلمة تدخل جيل جديد في الأقاليم الجنوبية بشكل عام. أول نواة مستوى كلية جامعية بهذا المستوى في الأقاليم الجنوبية كاملة، يعني منذ انطلاقة النموذج التنموي اللي أعطى انطلاقته جلالة الملك مناسبة الذكرى الأربعين، اليوم جيل جديد من مستوى التعليم العالي بمواصفات عالية يحقق الرؤية الملكية اللي قال جلالة الملك عنه باغي من ذي المنطقة تكون محور وقطب إفريقي يربط ما بين شمال إفريقيا وعمقها الإفريقي. إن شاء الله هذا جيل جديد من التعليم العالي، اليوم كلية متعددة الاختصاصات. السنة المقبلة إن شاء الله غتكون عندنا كلية الطب في العيون، وغادي تكون معها انطلاق كليات ثانية في مدينة الطرفاية وواحدة أخرى من مدينة وجدور. يعني لا يعود عندنا واحد الفضاء والله وعاء التعليمي جامعي بمواصفات عالية متنوع سوف يرى النور في القريب العاجل. اليوم بدايته من السمارة ورمزية السمارة عنها العاصمة الروحية والعلمية لجهة العيون الساقة الحمراء. هذا الصرح المعماري لا في هندسته لا في توقيته لا في اليوم فقط انطلاقه دياله، نتمنى إن شاء الله حتى الخريجين منه إن شاء الله يكونوا يعودون بالنفع على منطقتهم. أكيد عنه غادي يجيب ياسم الخير، أكيد غادي يكون عنه خلي ياسم النفوس والطمأنينة في الأسر في التعليم بالنسبة لأولادهم، لأنها غادي تقلل عليهم كلفة عناء السفر داخل المدن وصعوبة الانخراط. دريك ما طلعت عندنا إشكالية ديال لو دون الماستر في البلاصة الفلانية في قليمي، ماستر في قدير، ماستر في الداخلة، ماستر في كذا، دريك ها هو عاد عندنا قدرة اللي نقدم عدو نستوعبوا على الأقل تطلبات طلبتنا الجامعيين على مستوى الجهة. شكرا. إذن بالفعل أمس تم تدشين الكلية متعددة تخصصات السمارة تابعة لجامعة ابن زور، أول معلمة علمية جامعية اللي كتنضاف إلى المؤسسات الجامعية والمركب الجامعي ككل بالأقاليم الجنوبية الثالثة. السمارة العاصمة الصحراء المغربية المدينة الروحية والدينية والعلمية كتسخر بهذه كلية متعددة التخصصات اللي إن شاء الله غادي يكون فيها واحد التنوع وتوسع عرض بيداغوجي كبير باش يكون واحد التقريب لطلبة الأقاليم الجنوبية بصفة عامة وكذلك بالنسبة لساكنات السمارة وطلبة العلم بالمملكة المغربية. السنة القادمة إن شاء الله بالموسم الجامعي 2021-2022 وكما صرح به السيد وزير التعليم التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وكذلك رئيس جامعة ابن زور على أنه سوف يتم اعتماد البكالوريوس بكلية متعددة التخصصات، وقد تم بالموافقة على إحداث أربعة بكالوريوس لأربع سنوات، البكالوريوس في الشريعة والقانون وقضايا المجتمع، وهذه كبداية لانطلاق الدراسات القانونية والمهن القضائية بمدينة السمارة، بكالوريوس في الاقتصاد والتسيير والتسبير التدبير، وكذلك بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية والرياضيات، وأخيرا بكالوريوس في اللغات الأجنبية المطبقة الإنجليزية الفرنسية الإسبانية واللغة العربية. دونك كلية متعددة التخصصات هذا الصرح الجامعي الكبير الذي سوف يكون بطاقة استيعابية عن ما يزيد بالنسبة للجدد 2000 طالب، وكذلك إن شاء الله ابتداء من السنة القادمة غادي يكون توسيع ديال البناية ديال كلية متعددة التخصصات، غيكون استقطاب أكبر لطلبة وإضافة مسارات جديدة إن شاء الله بالنسبة للساكن. فهنيئا لساكنات السمارة وهنيئا لجهة العيون الساقية الحمراء بهذا الصرح الجامعي الجديد. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.